فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه يسأل عن آخر وقت صلاة العشاء. يبدو في اتصال ولا شيء أستاذ أيمن؟ طيب، نستقبل الاتصالات وبعدين نجاوب يا أخوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا شيخ، الله يكرمك. الحمد الله لله. يكرمك يا شيخ. انا طلبت حضرتك وطلبت رقمك وحضرتك اتصلت عليك كتير، ما حضرتك ما ردتش عليا. عايزة سؤال كده وبس، انت حضرتك ما ردتش عليا. طيب، يعني هتخليه على الخاص يعني ولا هتسألي دلوقتي؟ لا مش هخليها على الهواء. انا عايزة اسأل حضرتك في سؤال، ويعني اسأله سؤال يعني كبير شوية. حاضر. ومش عايزة يعني عايزة اقوله لك كده يعني. خلاص، خليه الليلة ان شاء الله بعد الساعة 9 كده. بعد الساعة 9 ان شاء الله. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. زي حضرتك يا شيخ سعدان؟ الله يكرمك. الحمد لله يا بنتي. معلش، بعد اذن حضرتك، انا كان عليا كفاره فطار يوم في رمضان اللي هي اطعام 60 مسكين. الو، عليك انت؟ ايوه. يعني فانا كنت عايز اعرف ايه هم اللي اطعمهم ازاي 60 مسكين، واقدرهم بكام، فلوس ولا لازم اطعام؟ طيب يا بنتي، مين اللي افتاك ان عليك انت اطعام؟ انا كان في حصل جماعه يعني بيني وبين زوجي. ايوه. فافطرت يوم، فانا اتصلت الشيخ وقال لي طعام 60 مسكين. طيب، هو انت يعني ما انا اسف، عايز استفسر بس منك يا بنت عشان تبقى الفتوى في محلها صحيح. هل انت يعني كنت الداعيه للامر ده؟ لا. ولا هو؟ هو فضلت الشيخ. طيب خلاص يا بنتي، انت ما عليكيش كفارة، انت الكفارة على الرجل وليس عليكي انت. الكفارة على الرجل. الكفارة على الزوج يا بنتي. الامام احمد نفسه عليه رحمة الله كان يقول: ما علمت ان على المرأة كفارة. الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ. ماشي يا بنتي. طب معلش، بعد اذن حضرتك، اتفضل. انا مثلا لما انا يعني ايه هم المساكين وايه هم الفقراء، لو انا عايز اتصدق يعني. حاضر. اللي هم مثلا اقربون اولى. حاضر. ولو انا عندي حاجه عايز اطلعها يبقى الاولى، لو انا حد محتاج من قرايبي. حاضر. حاضر يا بنت، حاضر، هجاوبك. السلام عليكم. اخونا عوض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ عوض. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا عمي. ايوه يا عمي، انا عندنا اسمه يقول لك يعني يقول لك هنا عندنا بنزرعه في الطين في الساحل الشمالي. نعم. نحن في الساحل الشمالي بنزرعه في ثمار الطين، وفي ناس بيدوا فلوس
على ثمار التين، ده حلال ولا حرام؟ حاضر، يعني بيدوكوا تحت الحساب يعني ولا ايه؟ ايوه يعني يدونا مثلا، يعني انا عايز فلوس 1000 2000 يقولوا لي ماشي، هذه 1000 2000 لغايه ما يجي ثمار التين في شهر 6 ولا شهر 7 واخذوا منكم التين وبيعوه. طيب ماشي الحال، حاضر. اخونا عيد، السلام عليكم. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك انا عندي 3 بيوت قاعد في بيتين، بيت ومأجر بيتين، فعاوز زكاه المال على البيتين دي يكون ازاي يعني حضرتك؟ انت عندك اولاد ايه؟ عندي 3 اولاد وبنت 4. في زوجه؟ ايوه طبعا زوجه. طيب ماشي. لا مؤاخذه، في اب ولا ام؟ لا ما فيش. طيب توفين يعني، الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم. ماشي حاضر، اجاوبك ان شاء الله يا عم عيد. ماشي يا مولانا، شكرا جدا. امه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ شعبان؟ الله يكرمك، الحمد لله يا بنتي، ربنا يبارك في عمرك. معلش انا عايز اسال سؤالين بعد اذنك. خير يا رب، ربنا يكرمك. اولا انا زوجي سايبني متعلقه بقالي 1.5 سنة ومبهدلنا في المحاكم عشان ليه زوجه اولى وما بيصرفش علينا، فانا عايز اعرف هو يعني ربنا هيحاسبه، ولو انا دعيت عليه هتحاسب ولا ايه؟ ده السؤال الاول. حاضر. السؤال الثاني، في اخت ربنا يعافينا يعني هي وزوجها في معذرة في المعاشرة الزوجية ما بيتعاملوش غير زي آلة لوط، فأنا عايز أعرف الحكم برضو في كده. حاضر، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يكرمك. أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا العزيز؟ الله يكرمك، الحمد لله رب العالمين، تفضلي. ربنا يديك الصحة يا رب والعافية. تفضل، الله يكرمك. الله يخليك. والله يا عم الشيخ انا بسأل بس سؤال، هل يجوز الطلب بعد شرب البيبسي الحاجة الساعة يعني في ناس بيقولوا ان الحاجة الساعة السودة ديت بتفصل الوضوء، فهي فعلا بتفصل الوضوء ولا لا؟ حاضر. و اللهم صل على النبي. صلاة العشاء، أيوة. السنة بتاعت صلاة العشاء تنفع قبليها ولا هي أصلا بعديها؟ عايز أعرف إذا كان صلاة العشاء سنة قبليها ولا بعديها. حاضر، ماشي، شكرا. الله يكرمك يا أم محمد. آمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أيوة فضلك السلام. انا عاوز اعرف صلة الارحام اللي هي اولى ان انا اصلها. حاضر. وانا بص سؤال ثاني لو سمحت، انا ليا اخواتي من اب، ايوه، وبعدين انا يعني مش ضروري عنديهم غير في المناسبات، ايوه، يعني او في حد عيان بروح ازوره، أي أيوة. أو في مناسبة بروح عنديهم، أما غير كده لا. فهل كده في تقصير في الرحم ولا؟ حاضر، جزاك الله كل خير، تفضل، الله يكرمك. آية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بنتي. ازيك يا حضرة الشيخ، عامل ايه؟ الله يكرمك، الحمد لله يا بنتي، ربي دايما بخير، ربنا يعز حضرتك يا رب. الله يكرمك، تفضلي. بص حضرتك انا عندي بس سؤالين. اتفضلي. هو لما حد يجي يصلي يكون مثلا بيصلي وعمال يتكتك في صوابعه، ده حرام ولا ايه؟ حاضر، ده سؤال. تاني سؤال، عندي واحده زميلتي مخطوبه بس لابسه خمار، ايوه، فهي حرام ان هي تقعد قدام خطيبها بطرحه ولا تقعد برضه بخمار؟ حاضر، بس متشكرين جدا، جزاك الله كل خير. ماشي يا بنتي، حاضر. السلام عليكم. أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ يعني أنا أرجو من حضرتك بس اسمعني يعني للنهاية، أنا أرجو إن أنا يعني أتمنى عمري كله، مش سنة ولا 6 أشهر ولا 2 سنين،
ان انا افضل رايح جاي جنب الحرم من الفندق الحرم الفندق الحرم بس يعني اشبع من وجودي هناك في السعوديه. فالامنيه او الرجاء ده اعمل ايه لتحقيقه يعني؟ حاضر. يعني مش ايه السبيل اللي كده يعني؟ حاضر يا عمي. وارجو دعاء حضرتك لنا ودعاء جميع المشاهدين ان شاء الله وجميع العلماء الفاضلين زي حضرتك ان يعني. شاء الله الله يكرمك يا اخ عبد الرحمن. طيب خلونا نبدا نجاوب بعض أسئلة الإخوة. يعني الأخت الأولى المتصلة الأولى أمة الله طبعا كان بتسأل على كفارة الزوجة إذا وقع جماع بين الزوجين في نهار رمضان، وجمهور أهل العلم يقولون الكفارة على الزوج فقط، إنما الإمام الشافعي رحمه الله له تفصيل، فهو يقول إذا كانت المرأة هي الداعية هي المرغبة للزوج في موضوع الجماع هي السبب بالبلدي، ففي هذه الحالة يلزمها الكفارة كالزوج سواء بسواء، أما إذا لم تكن كذلك فلا يلزمها الكفارة وتبقى الكفارة فقط في حق الزوج اللي هو صيام شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع صيام الشهرين ففي هذه الحالة عليه أن يطعم 60 مسكينا. كانت بتسأل أختنا الله يكرمها أو بنتنا الله يكرمها بتسأل عن الفقراء والمساكين، هي لما يكون عندها صدقة من الصدقات لمن نعطيها؟ للمحتاج. المحتاج في الغالب هم الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين بعض أهل العلم يقولون كلاهما بمعنى واحد، يعني الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، وبعضهم يقول الفقير اللي عنده لكن ما يكفهوش، والمسكين اللي هو أكثر حاجة وفقرا المعدوم، وبعضهم يقولون إنه إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، يعني كأن اللفظين بينهما عموم وخصوص. الخلاصة الفقراء والمساكين هم الناس الذين يحتاجون دعما من أجل معيشتهم الضرورية، عندهم دخل ولكن لا يكفيهم أو ليس عندهم دخل من الأساس، هؤلاء هم الفقراء والمساكين. طيب إحنا عندنا صدقة لمن نخرجها؟ لو عندنا فقراء أقارب فهم أولى من الفقراء غيرهم، عندنا فقير من الجيران أولى من الفقراء الأبعد. لربنا تبارك وتعالى في القرآن يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلو في صدقة وعندنا فقير قريب منا يعني قريبنا وعندنا فقير جار وعندنا فقير بعيد، نعطي المين من الثلاثة؟ نعطي الفقير القريب إلينا اللي هو من عصباتنا وأرحامنا. طيب عندنا صدقة يا إما نعطيها للفقير اللي هو من جيراننا يا إما نعطيها للفقير البعيد، في الحالة دي نقدم الجار لأن الجار له حق على جاري وهو أولى من الفقير البعيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الحج عوض الله يكرمه في الساحل الشمالي بيزرعوا التين، التين الشوكي أو التين البرشومي اللي بنسميه يعني، ويأتيهم التجار، فإذا احتاج المزارع فلوس من التاجر التاجر بيعطيه. هل العملية ديت مباحة؟ مباحة، يعني لو خدناها على واحدة من المعنيين هيمشي كأنه بيسلفه، خدناها على أنها سلف أعطاه قرض 2000 ولا 3 ولما الإنتاج بيطلع خلاص بيشوفوا الإنتاج إجمالي كام وبيخصموا القرض اللي هو الراجل خده من البداية. وإحيانا ممكن نعتبرها بيع بالعربون، والله بديله عربون عشان أخذ التين أو الإنتاج اللي هيطلع، وفي الحالة ديت لما يطلع الإنتاج هذا إحنا بنحسب قيمته وبنخصم العربون والراجل المشتري بيدفع الباقي، فهتمشي إن شاء الله على واحدة من المعنيين.
عمنا الحاج عوض عنده ما شاء الله بيتين، وعنده زوجة وثلاث أولاد وبنت، فهو بيسأل يعني نقسم الميراث ده إزاي. هو طبعا يا عمنا ما فيش ميراث، في الغالب الميراث لا يقسم على رأس حياة الإنسان. ليه؟ لأنه من شروط الميراث موت المورث، فاللي الميراث ده بيكون بعد الوفاة. لكن افترض جدلا انه في بعض الاحيان يغلب على ظني كأب مثلا انه الولاد هيختلفوا بعد الوفاة على قسمة الميراث، او انا خايف ان الولاد الذكور يظلموا الولاد الاناث البنات يعني، ففي هذه الحالة درءا للمفسدة دي ومنعا للمشاكل بين الولاد، من الممكن ان اقسم الميراث حسب قسمة الله عز وجل وانا على رأس الحياة. ممكن في حالة إذا أمن صاحب الورث، إذا أمن الأب إن الولاد لا قدر الله لا قدر الله ما يجحدوهوش بعد شوية، خلاص قسموا وكل واحد عرف حقه ومعهم أوراقهم ووثائقهم، يوم في الأب في هذه الحالة ممكن يعني والعياذ بالله يتلاعبوا بالأب في هذه الحالة. لو الوضع آمن والولاد الحمد لله متربيين كويس وعارفين ربنا ويخافون الله عز وجل ويبرون الأبوين، وفي هذه الحالة لا يخشى الأب من أولاده على نفسه، فيمكن أن يقسم، يعمل ما يعرف بمشارطة القسمة، وكل واحد منهم يعرف نصيبه في الميراث على أن تكون الحيازة بعد وفاة المورث. طيب عمنا هيقسم إزاي؟ عندنا الزوجة عشان في أولاد هتاخد التمن في هذه الحالة، وعندنا الأولاد خليط ما بين الذكور ثلاثة ما شاء الله وبنت واحدة، فهؤلاء الذكور والإناث قسمة الله في حقهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالزوجة هتاخد التمن، وبعد كده الباقي من التركة هيقسم على الذكور وعلى البنت بالقسمة الشرعية المعروفة اللي هي للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله زوجة تانية، ولكن للأسف الشديد كما هي عادة بعض الأزواج هدانا وهداهم الله عز وجل، في البداية وهو رايح يتزوج الثانية ولا الثالثة يعمل البحر طحينة ويسمعها من الوعود، يعني ما يشعرها ان هي مقبلة على جنة عدن، كأنه هيخللها البيت ده عبارة عن جنة، وصاحبنا ده اقرب ان يكون واحد من الصحابة او واحد من الانبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وعاملك كويس والمعاشرة بالمعروف، وانت ست الستات، وانت في عيوني، وانت فوق راسي، وانت كل الكلام ده. ولكن بعد الزواج تنقلب الأمور وتتغير الأحوال، وينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويذيقها صاحبنا أسوأ معاملة، سب أيوة، شتم طبعا، ضرب وإهانة أيوة، طرد من البيت أيوة بيحصل، بيطلع عينيها كما يقولوا. طب ما فين الوعود؟ الوعود تبخرت. طب ما دي صفة المنافق، أنه إذا وعد أخلف، وأنت أيضا مؤتمن على هذه البنت، بنت الناس دي أنت مؤتمن عليها، فإذا خنت أمانة هؤلاء اللي هم أهلها في هذه الزوجة وانتقصت حقها وأهنتها وضربتها وشتمتها وطلعت عينيها كما يقولون، وخلتها يعني والعياذ بالله كادت ان هي تسب او تلعن الحظ والنصيب كما يقولون في بعض الأحيان هدانا وهداهم الله، ان يعني كتب لها النصيب معاك، فيما انت كده اذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، فهل يجوز للزوج أن يعمل كده إطلاقا؟ هذا من أكبر المحرمات. وقد ورد في الأثر، وطبعا لا شك أن هو حوله كلام وهو إلى الضعف أقرب، في شأن النساء: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن
إلا لئيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادمة عليه الصلاة والسلام، إنما المعاشرة بالمعروف كما أمر الله عز وجل إن وعاشروهن بالمعروف. والنبي عليه صلوات الله وسلامه كان يقول كما في حديثه المشهور: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للزوج أن يترك الزوجة هكذا معلقة. وزيادة بقى على كده، عشان الزوجة تاخد شيئا من حقوقها بيضطرها أن تلجأ إلى المحاكم والعياذ بالله، وحيثما كانت المحاكم حدث ولا حرج. كل هذا لا يجوز من الأزواج أن يفعلوه. ويقال لمثل هذا الزوج: اتق الله في زوجتك فإنما أنت مؤتمن عليها، وإن الله سائلك عما استرعاك من شأنها. ويقال لهذا الزوج: يا هذا، أترضى سوء المعاملة لأختك من زوجها؟ أترضى سوء المعاملة لابنتك من زوجها؟ بكرة يكون عندك بنت متزوجة، هل تقبل من الزوج أن يهين بنتك هذه الإهانة؟ أنه يتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة؟ أنت ترضى لأختك هذا؟ ما لا ترضاه لأختك وما لا ترضاه لابنتك مفروض أنك لا ترضاه لبنات الناس أيضا. وبالتالي هذا من أظلم الظلم والعياذ بالله، أنه الزوج ينتقص حقوق الزوجة ويهنها. فليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. طيب الزوجة في بعض الأحيان ضعيفة مسكينة، هتعمل إيه؟ تحط غلبها في الدعاء. بس إحنا عاوزين ندعو بالهداية والصلاح، بدل ما ندعي عليه ربنا ياخده، ربنا يريحنا منه، ربنا مش عارف إيه، ربنا إيه. ربما هذه الدعوات لا تكون مرشحة للقبول عند الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. أمال الأفضل نعمل إيه؟ الأفضل إن الزوجة الغلبانة المسكينة دي تحط غلبها إن هي ليل نهار أيما نيمة تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل أفضل كتير، لأن الله تعالى يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه النتيجة؟ قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فأنت خليك على حسبنا الله ونعم الوكيل، وياريت تهضمي حق نفسك شوية وتضغطي على نفسك وتكثري الدعاء له بظهر الغيب بالهداية والصلاح، لأن الله عز وجل لو أصلح حاله وهداه فسيكون هذا خير له وخير لك أيضا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أمة الله كان سؤالها الثاني على هذا الزوج والعياذ بالله الذي يأتي زوجته من دبورها والعياذ بالله أعزكم الله، هل ده يصح؟ لا يصح إطلاقا، هذا من المحرمات ومن الكبائر والعياذ بالله. إنما الإتيان يكون في موضع الحرث، يعني في موضع الولد، هكذا أمر الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في موضع الحرث كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الحديث عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى بهيمة، ملعون من أتى امرأة في دبورها والعياذ بالله. فهذا من المحرمات ومن الكبائر، والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. بل والواجب على الزوجة ألا تمكن زوجها من هذا الفعل أبدا، حتى لو اقتضى الأمر أنه ضربها، حتى لو اقتضى الأمر أنه طردها، حتى لو اقتضى الأمر أنه غضبها، لا تسلم له هذا أبداً،
إنما هذا من المنكرات، لأنها لو أقرته مرة واحدة سيعتاد على هذا الأمر والعياذ بالله. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد بتسأل في كلام بيتردد على إنه الإنسان لو شرب البيبسي أو المياه الغازية المعروفة دي، فلو كان متوضئا فإنه لابد أنه يعيد الوضوء مرة أخرى. ليس هناك حجة ولا بينة ولا دليل على هذا يا أم محمد. ليه؟ لأن الأصل أنه حتى الآن لم يثبت يقينا أن البيبسي والعياذ بالله في شيء من النجاسات، وبالتالي لا يلزمنا أن نتوضأ، إنما كل ما يلزمنا إذا شربنا شيئا من الأشياء الحلوة يعني كالعصائر وغيره، أو الأشياء الدسمة زي الحليب واللبن والقشطة والكلام ده كله، إنه الإنسان يتمضمض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه شرب لبنا ثم تمضمض، وبين السبب ليه تمضمض، قال إن له دسما. فدل ذلك على أن الإنسان إذا شرب أو أكل أشياء فيها دسم أو فيها تسكيرة كما يقولون، ففي هذه الحالة عليه أن يتمضمض وليس أن يتوضأ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد أم عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم عمار. كيف حالك يا أبي؟ الله يكرمك يا بنتي، الحمد لله. ربنا يطول عمرك ويحسن عملك وينفعنا بكلمة. الله يكرمك يا بنتي، الله يبارك فيك. بعد إذنك ثلاث أسئلة لو سمحت لي. تفضلي. أول سؤال، أنا قرأ سورة البقرة يوم الخميس، أقرأها النهاردة ولا بكرة؟ حاضر. تاني سؤال، إن هو المأموم بياخد نفس أجر الإمام، بياخد أجر المأموم ولا يزيد في الأجر؟ حاضر. تالت سؤال والأخير، في زوجة ياخد زوجته ويروحوا للحج، فهي والدته السنة اللي فاتت حج، ففي ناس بتقول له أمك أولى إنها تروح معاك، فهو عايز يعرف هيعمل إيه. حاضر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الله يكرمك يا بنتي، الله يبارك فيك. السلام عليكم أم حمزة. أيوة عليكم السلام يا شيخ. أنا ليا عند حضرتك كم سؤال كده. اتفضلي يا أم حمزة. حضرتك يا شيخ، أنا كنت فطرت، كنت حامل، عندي أربع أولاد، وفي كل حمل كان بيجي في رمضان. أيوة. وكانت الدكتورة تأمرني إني أفطر في الوقت اللي كنت ببقى تعبانة جامد. كويس. فأنا كنت بفطرهم، فأنا دلوقتي لما سمعت إن حضرتك كذا مرة تقولوا إن الصيام خير لكم ولازم ان احنا نصوم ايه الايام دي، فانا باجي اصوم الاثنين والخميس، وزوجي بيجي ايام يقول لي ايه يعني ببقى عايز اصوم كمان اللي هو يوم ويوم، يجي يقول لي لا كفايه عليك الاثنين والخميس. كويس. هل لو انا صمت من نفسي كده لوحدي دوت حرام؟ لو انا يعني يقول لي لا افطر النهارده اصوم لو يوم سبت او يوم كده. حاضر. والسؤال الثاني يا شيخ، حضرتك لما برضو كانوا بعيال يعني يدوخوني جامد كده، اروح اقول له يا شيخ روح الله يلعنك الله يلعنك كده كل شويه، فانا ما كنتش اعرف ان الموضوع دوت حرام وان كلمه اللعنه ديت حرام، فكنت ايه اول ما سمعتها برضو من التلفزيون مع حضراتكم ان ايه بقيت استغفر كتير، وبقيت اقول لا ما عدتش بقول الكلام ده خالص، وبقيت استغفر كتير. ماشي. فحضرتك انا دلوقتي عيالي معانا مطرودين كده من الهدايه او كده او الحاجات ديت اللي هو ضرر الكلمه ديت. حاضر. وسؤال ثاني معلش يا شيخ، انا موجوده في بيت عيله وعندي سلفتي، احنا متجوزين بقالنا يجي 11 سنه، كانت معايا في نفس الليله وكده. كويس. سلفتي ديت بقالي يجي 4 سنين ولا 5 سنين ما بكلمهاش خالص، بسبب ان هي كل مره شتيمه وتلقيح كلام واذيه، وتقعد يعني ما شاء الله عليها تحسد وكلام من ده. ففي الطلعة والنزلة تقعد تهبد زبان، لو انا طالعة سطحي ولا كده تقعد ترمي كلام وتلقح كلام، فانا قطعتها خالص، حتى كلمة السلام عليكم ما بقولهاش. ايوه. جيت انا ولدت من حوالي سنة ونص ولا كده اخر مرة، ما نزلتليش ولا اي حاجة خالص ولا بتكلمني خالص الا في تلقيح الكلام يا شيخ، فالمقاطعة ديت علي حرام فيها؟ حاضر. ماشي يا شيخ، وجزاكم الله الف خير. الله يكرمك يا بنتي. فوزية اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم.
وطي التلفزيون بس يا أختنا الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاضر، دلوقتي عندي مشكلة. خير يا رب، تفضلي يا أختنا. أنا دلوقتي أنا بصلي ماشي. أيوة. ومتجوزة واحد مغصوب عليه. آه. فبشوف حاجات يعني خيالات مخيفة قدامي. أيوة. وحماتي ما بتحبنيش، مش عارفة ليه، وأنا مريحاها ومعتبراها زي أمي، وأنا يتيمة الأب والأم، فمش عارفة أنا أعمل إيه، وجوزي بيضربني كل شوية من غير ما أعمل له أي حاجة، واخد حقوقي الشرعية واخدها وكل حاجة بعملها، بس أنا مش عارفة أعمل له إيه. حاضر حاضر يا بنتي. وكل يوم من كتر العياط والله العظيم ما بشوف قدامي، فأنا بدك تشوف لي حل لو سمحت. حاضر يا بنتي، اصبري واحتسبي. حاضر. أخونا سعيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ، تفضل يا عم سعيد. عامل ايه يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل الله يكرمك. معايا زوجتي قبل كده فضل تلطم، وطبعا ما يعني ما رحتش لحد. ايوه. وسواعي عم الشيخ ما ترضاش في المعاشرة الزوجية، بننزلهم في الحمام. ماشي يا عم سعيد. اخونا محمد، السلام عليكم. ورحمه. عليكم السلام ورحمه الله. محمد رمضان ابو عامر. مرحبا، اهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الله يكرمك. الحمد لله. لا حضرتك بس حكم ارضاع كبير، هذا يقوي الفصل فيها يا شيخ. حاضر. طيب نجاوب يا استاذ ايمن الله يكرمك. بنتنا أم محمد كان سؤالها الثاني بتسأل عن صلاة العشاء، السنن القبلية والسنن البعدية لصلاة العشاء. صلاة العشاء فيها ركعتين قبلها، طبعا لما بنقول السنن القبلية مش قبل الأذان، لا بعد الأذان، بس قبل صلاة الفرض يعني. ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، الأذانين اللي هم الأذان والإقامة يعني. فدول ركعتين بيسموها أهل العلم، بيسميها أهل العلم إن هم من السنن الغير مؤكدة، نصليهم ناخد أجرهم. وليها ركعتين سنة بعدية من السنن المؤكدة، من الـ 12 ركعة اللي هم على مدار اليوم والليلة من السنن المؤكدة. وبعد كده نوتر، نصلي صلاة الوتر، إما بقى نوتر بواحدة أو نوتر بثلاث ركعات أو نوتر بخمس ركعات أو نوتر بسبع ركعات أو نوتر بتسعة، زي ما ربنا يقسم لنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله بتسأل عن حدود صلة الرحم. الرحم يا جماعة اللي هم الأقارب باختصار، لكن احنا عندنا أقارب من الطرفين، أقارب من ناحية الوالد، ودول بيسموهم العصبات اللي هم الأعمام، الأول طبعا الجد اللي هو أبو الوالد، الجد، وبعدين الأعمام اللي هم إخوة الوالد، والعمات اللي هم أخوات الوالد، وبعدين أبناء الأعمام وأبناء العمات. الأقارب الجنب الثاني من ناحية أمي، الجد اللي هو والد والدتي، والجدة طبعا اللي هي أم والدتي، وبعدين الأخوال والخالات، وبعدين أبناء الأخوال، وبعدين أبناء الخالات. بس لهم تصنيف بيسموهم الدرجة الأولى والدرجة الثانية. الدرجة الأولى طبعا بالنسبة للإنسان منا أبوه وأمه وأخوه وأخته. الدرجة اللي بعدهم جده، من هنا ولا من هنا، خلينا في العصابات الأول، جده وبعدين عمه وبعدين عمته. الدرجة اللي بعدهم أبنائهم بقى، أبناء العم وأبناء العمة. الواجب علينا صلة أرحام الدرجة الأولى، والمستحب صلة بقية الأرحام. طيب هي بتسأل عندها إخوتها من أبيها، إخوة من الأب، إخوة من الأب يعني دول أقارب درجة أولى يا بنتي. ف
فالواجب عليك أن تصلي هؤلاء الأرحام. ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني بتقول بس الكلام ده بيحصل في المناسبات فقط. احنا عندنا يعني نوع من الجفاء شوية لما يقول أصله أخوه من أبوه، ما أخوه وارث زيه، وحين يقول أصله أخوه من أمه، ما هو برضو أخ برضو. يعني مش الأخوة هي الأخ الشقيق فقط، اللي من الأب والأم، اللي من الأب والأم أخ، واللي من الأب فقط أخ، ومن الأم فقط برضو أخ. فالواجب عليك أنك تصلي هؤلاء ما استطعت إلى ذلك سبيلا، خاصة أن وسائل التواصل أصبحت سهلة شوية. يعني مش بالضرورة الزيارة، الزيارة ممكن تكون في المناسبات، حد مريض نروح نزوره، حد في مناسبة عيد، في مناسبة زواج عندهم، في نجاح ولد، في نجاح بنت، في كذا، دي مناسبات يعني نروح، واجب نروح. لكن ما سوى ذلك ممكن مكالمة تليفون، ممكن رسالة على التليفون، ممكن رسالة على الواتس، ممكن رسالة على الفيس. يعني أصبحت وسائل التواصل أسهل كتير من زمان، وكل بأجره، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا آية ربنا يبارك فيها بتسأل عن فرقعة الأصابع أو طقطقة الأصابع أثناء الصلاة. طبعا مكروه جدا فرقعة الأصابع أو طقطقة الأصابع أثناء الصلاة. مكروهة؟ نعم مكروهة جدا، لكن هل تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة، إنما تنقص أجر الصلاة. ليه؟ لأنه هذه الطقطقة تدل على إنه الإنسان، عايز أقول إيه، مش في وعيه أثناء الصلاة، مش مركز أثناء الصلاة، ما عندوش الخشوع المطلوب. قد أفلح المؤمنون منهم بقى الذين هم في صلاتهم خاشعون. هيبقى خاشع إزاي وعمال شغال في فرقعة الأصابع؟ فالفرقعة دي تنافي الخشوع وتقلل وتضعف مستوى الخشوع عند المصلي، وبالتالي مكروهة جدا وتنقص أجر الصلاة، لكنها لا تبطل الصلاة في الغالب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. آية ربنا يبارك فيها، تقريبا صاحبتها أو قريبة مخطوبة، وهي كده كده لبسة البنت لبسة خمار. طيب لما الخاطب يزورهم تلبس خمار ولا تكتفي بلبس الطرحة؟ والله يا بنتي يا آية، لو الطرحة تقوم مقام الخمار خير وبركة. يعني إيه الطرحة تقوم مقام الخمار؟ يعني الطرحة واسعة، الطرحة طويلة، الطرحة مغطية، مش طرحة قد كده يعني، لا الطرحة سابغة مغطية زيها زي الخمار بالتمام والكمال، وسترة طبعا الشعر، يبقى ما فيش مشكلة. لكن لو الطرحة اللي هي الشرب الصغير ده، لا طبعا ده كده ما يصحش. ليه؟ لأن الخاطب أجنبي، ما زال ليس من، لا هي من محارمه ولا هو من محارمها. الكلام ده إن شاء الله بعد العقد بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا كان الطرحة سابغة وساترة وطويلة وواسعة فضفاضة، فزيها زي الخمار. إنما لو غير كده يبقى خليها بالخمار أفضل يا آية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الأخ عبد الرحمن مشتاق للحرم الشريف. يعني أنت مشتاق للحرم بس عشان تشوف الحرم يا عم الأخ عبد الرحمن، ولا قصدك مشتاق للحج ومشتاق للعمرة؟ وإحنا اشتياقنا إن إحنا نشتاق إلى الحج ونشتاق إلى العمرة ثم نشتاق إلى الصلاة في الحرم الشريف. لكن أنا هستفيد إيه لما أنا في الفندق ساكن في مكة، بلاش كده ساكن في مكة ورايح جاي أتفرج على الحرم؟ لا طبعا، إنما شوقنا كمسلمين نشتاق لأداء النسك الأعظم وهو الحج، وشوقنا أن يعني نأتي ويمن الله عز وجل علينا ونؤدي النسك الأصغر وهو العمرة، وأن نفوز بالصلاة في مسجد ربنا تبارك وتعالى المسجد الحرام، الذي قال عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه. فإحنا نشتاق للحج ونشتاق للعمرة ونشتاق للصلاة في المسجد الحرام. طيب عاوز أروح، نفسي
اعمل ايه؟ خليك على هذه الرغبة، خليك قايم نايم على هذه الرغبة وعلى هذا الشوق، فربما هذا الشوق وهذه الرغبة مع كثرة الدعاء، يا رب اكتب لي الحج، يا رب اكتب لي العمرة، كثر الدعاء الإنسان تأتي بالعجائب من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل إذا استجاب لعبده أدهش عبده من حيث لا يتوقع العبد، يأتيه الخير من كل مكان. يعني أنا على سبيل المثال يا عم عبد الرحمن، النهاردة جتني رسالة من صديق أخ حبيب عزيز جاري في المنطقة السكنية، راح العمرة بالسلامة والتوفيق والسداد والقبول يا أخ فلان، أنا بقول له، فبعت لي رسالة يشكرني ويقول لي على فكرة العمرة دي جتني هدية. طب جاته هدية إزاي؟ فقال لي إنه رجل من أهل الخير كان يعني مرشح 2 من كبار السن عشان يطلعوا العمرة، يعني يهديهم عمرة على رفقته الخاصة. فلما عايز أقابلهم يا جماعة، فأخونا ده خدهم الاثنين وراح. فالراجل المتبرع لقاهم ناس كبار في السن، يعني ما ينفعوش يروحوا العمرة لوحدهم، فالراجل حنين والراجل ما شاء الله خير. فقال له يا ده ناس غلابة وناس كبار سن، ده يعني محتاجين رعاية، محتاجين حد يكون معاهم، ايه رأيك تطلع معاهم تكون سند ليهم ويطلعوا العمرة معاك؟ يلا توكلوا على الله. فلم يكن يحدث نفسه لا بعمرة ولا في باله ولا على الخاطر ولا شيء، إنما الرجل قال له اطلع مع الناس ديت على نفقته الخاصة، اطلع مع الناس ديت عشان تكون معين لهم وتكون ونيس لهم في سفرهم في العمرة اللي الراجل متبرع بها عمرتين كده، بقوم ايه؟ بقوم 3 عمرات. فالإنسان مع الشوق ومع الرغبة الجامحة قايم نايم يفكر عايز ربنا يمن عليه بالحج والعمرة، ويدعو الله عز وجل في صلواته وفي خلواته ان ربنا يكتب له الحج والعمرة، ان شاء الله بإذن الله تعالى لو الدعاء يعني واخد الشروط والمواصفات المطلوبة يكون الدعاء مرشح للإجابة عند الله تبارك وتعالى. ولو الإنسان مات على هذا الوضع وما رحش، ما ربنا ما كتبلوش الحج والعمرة، لكن عايش على الرغبة والشوق، لعل الله عز وجل أن يكتب له أجر الحج والعمرة رغم أنه لا حج ولا اعتمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في أكثر من حديث إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأعلى المنازل أو بأفضل المنازل. جميل. الثاني: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول في نفسه لو أن الله أعطاني مالا مثل فلان لعملت فيه بمثل عمله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وهما في الأجر سواء. الرجل الثاني ده خد أجر الأولاني بإيه؟ بشوقه ونيته الصادقة وعزمه الأكيد لو أن الله أعطاه مالا لعمل فيه بمثل عمل فلان، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معه سواء في الأجر. وربك تبارك وتعالى يعني فضله واسع، ولذلك في الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الغزاة المجاهدين معه: إن بالمدينة أقواما، يعني قاعدين في بيوتهم، ما سرتم مسيرا في الغزو والجهاد ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر. ليه شركوهم الأجر وهم قاعدين في بيوتهم؟ قال حبسهم العذر، كان نفسهم يجاهدوا وما قدروش، ما عندهمش نفقة الجهاد ولا القدرة على الجهاد. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، مش قادرين ينفقوا على الجهاد، فرجعوا وهم دموع نزل من عيونهم لأنهم لا يستطيعوا عدة الجهاد، فربنا يكتب لهم أجر الجهاد وهم لم يجاهدوا إنما قاعدين في بيوتهم بإيه؟ بالشوق والنية الصادقة. خليك على كده يا عم عبد الرحمن، ونسأل الله أن يكتب لنا ولك الحج والعمرة. قولوا آمين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اختنا ام عمار، بنتنا ام عمار، بتقول قرأت سورة البقرة يوم الخميس. اقرأها امتى تاني؟ على اساس انه الانسان لو قرأها كل 3 ايام فهي ان شاء الله عز وجل بركة وحسرة وندامة على الشياطين والجن والسحرة البطلة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو الإنسان قرأها في البيت كل 3 أيام فإن هذا البيت إن شاء الله يعني يكون من الذاكرين، ولا يدخله الشيطان ولا يؤثر فيه شياطين الإنس والجن. والله أنت قرأتها يوم الخميس، يبقى إن شاء الله بإذن الله تعالى نقرأها النهاردة الأحد. ليه خميس جمعة سبت؟ يبقى نبدأ 3 اللي بعدهم يوم الأحد النهاردة إن شاء الله. استعيني بالله واقرأيها يا بنتنا أم عمار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني، يا ترى الإمام له أجر نفسه ولا له أجر نفسه وأجر من وراءه من المأمومين؟ يا سلام، طبعا له أجر نفسه وله أجر من وراءه من المأمومين أيضا. ليه؟ لأنه اصطفاه الله عز وجل وجعله مقدما أمامهم بين أيديهم بين يدي الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن، قال بعض أهل العلم ضامن يعني ضامن أجره وأجر من وراءه مؤتما به عند الله تبارك وتعالى، وهو من المعينين للناس على صلاة الجماعة، لأنه لولا الإمام لم تكن جماعة. وبالتالي إن شاء الله ربنا يكتب له أجر نفسه ويكتب له أجر المأمومين خلفه إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم عمار، الرجل الزوج الله يكرمه، يعني شتان بين الزوج اللي بتتكلم عنه أم عمار وبين الزوج السباب الشتام اللعان الطراد الغضاب اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية، شتان، عشان برضو الدنيا ما زال فيها خير ولله الحمد. فالزوج هياخد الزوجة إلى الحج إن شاء الله عز وجل، الله يكرمك. هذا من المعروف ومن حسن معاشرة الزوج لزوجته أن يعينها على الطاعة وأن يبرها بالإحسان إليها بمثل الحج، بمثل العمرة، بمثل الهدية، بمثل الفستان، بمثل الموبايل، بمثل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بس الناس بيقولوا له استنى، ده أمك أولى. أيوة أمه أولى بالفعل يا أم عمار، بس إمتى؟ لما تكون الأم لم تؤدي فريضة الحج. لكن من فضل الله على الست الزوجة دي إن أم عمار بتقول إنه والدته أدت الحج السنة اللي فاتت، يعني لسه الحمد لله روائح الحرم ما زالت تتنفسها وتشمها، وبالتالي يقدر ياخد الزوجة من غير غضاضة ولا لوم ولا عتاب عند الله عز وجل. آه طبعاً يقدر يروح بالزوجة ولله الحمد والمنة، لأن الأم ولله الحمد أدت فريضة الحج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم حمزة عليها قضاء بسبب الحمل وبسبب الرضاعة والكلام ده، وهي بتقضيهم بالصوم، وده أفضل، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. إمتى نطعم؟ لما ما تستطعش القضاء بالصيام. يبقى في الحالة دي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نقول لها يا بنت البديل عن الصيام هو الإطعام. فهي واخدهم 2 وخميس، كتر ألف خيرك، عايزة تزود يوم اللي هو تصوم يوم وتفطر يوم، لكن الزوج يقول لها كفاية عليك الـ2 والـ5. أنا مع الزوج في نصيحته، اسمعي كلام الزوج واستمعي إلى نصيحة الزوج، فإن هذا أعون لك على الصيام من ناحية، وأعون لك أيضا على قيام بأعباء الزوجية والأولاد والبيت من ناحية أخرى. في نفس الوقت أيضا أن القضاء أمر متسع، متسع لسه قدامنا على رمضان يعني شهرين وشوية، وبالتالي مدام لسه قدامنا مسافة على رمضان أصبح القضاء موسع وقته، وطاعة الزوج تقدم في هذه الحالة على القضاء اللي وقته لسه متسع. فأنت خليك كويس، الراجل الله يكرمه مشكورا بيعينك وبيساعدك على صيام الـ2 والـ5، فاستمعي إلى الزوج ولا تفعلي صياما زائدا سواء بعلمه ولا بدون علمه إلا برضاه وإذنه. بارك الله فيكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني، أم حمزة الله يسامحها،
كانت دايما على لسانها مع الاولاد الله يلعنك الله يلعنك، غلط اكبر غلط. يعني اللعن ده من المحرمات، وهو ايضا من الدعاء على الولاد، وده محرم ايضا. يعني احنا داخلين في اتنين حرام مش حرام واحد. لكن الحمد لله عرفت الحكم وتابت وندمت على ما فات واستغفرت الله عز وجل. هي بتسأل بقى يا ترى اللعن بتاعها ده ممكن يصيب الولاد؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله مش هيصيبهم. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا انه يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم. في بعض اهل العلم يجزموا بان الدعاء بالاسم على الاخرين سواء الولاد ولا الاخوة ولا الاخوات ولا الزوجة ولا الزوج، هذا الدعاء على فلان بالاسم لا يستجاب عند الله تبارك وتعالى. فخليك على الندم وخليك على الاستغفار، وعود لسانك انك تدعي للولاد بالهداية والصلاح مش العكس، والعياذ بالله، والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني ولا الثالث، هي متجوزة ببيت عيلة ومشاكل السلفة مع السلفة، ومخصمها بقالها كام سنة بسبب المشاكل، وإن التانية بتلقح وبتشتم وإلى آخره. شوفي أنا معاك في المقاطعة الكاملة إلا شيء واحد فقط، ألا وهو السلام، عشان نفك الخصام بالسلام فقط إلقاء أو ردا. وبعد كده يا جاري انت في دارك وانا في داري، احنا ضربنا عصفورين بحجر، خرجنا من الخصام المحرم، لانه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، اخرنا ثلاث ايام مش ثلاث سنين. فكده بالسلام يبقى خرجنا من الخصام، وفي نفس الوقت في عدم اختلاط، لانه المشاكل بتيجي من المخالطة، فاحنا نمنع المخالطة ايوه، وكل واحد في داره ايوه، بس بدون الخصام. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا فوزيه يعني بتقول متزوجه، زوجها ده غصب عنها، وطبعا هو برضو سيء العشره، وللاسف الشديد برضو حماتها داخله في القصه. فيا بنتي بصي اصبري واحتملي، خلاص بقى ايه، برضاكي بغير رضاكي دي مرحله وانتهت، واحنا الان في واقع اخر، انك بالفعل تزوجتي ومدام لله الحمد تزوجتي، فاحنا نرضى بما قسم الله عز وجل ونسلم امرنا لله تبارك وتعالى. حماتك تأذيك ما تأذكيش، لا تبادليها سوءا بسوء ولا صوت بصوت ولا كلمة بكلمة، ولا اعتبرها زي والدتك، ان احسنت اليك احسني اليها، وان اساءت اليك برضو احسني اليها، اولا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا عشان الزوج ما ينقلبش عليك اكثر من انقلابه الحالي عليك. بتشوف طبعا خالات، لان هي ممكن تكون عندها فراغ ووحدة في الشقة، قاعدة لوحدها معظم الوقت، والزوج طبعا شارد برا البيت، فربما سوء الحالة النفسية هو اللي مأثر عليك بالخيالات والأشباه ذلك. ما تخافيش ولا تنزعجي ولا تقولي بقى يمكن أنا مش عارف الجن ولا الكذا ولا، سيبك من الكلام ده خالص، إنما عليك أنك تواظبي على الأذكار وتواظبي على صلاتك وتحافظي على حجابك، وإن شاء الله لا يضرك شيء بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحقيقة الأستاذ أيمن عمال بقى طبعا يطاردني إن الوقت الحلقة انتهى، أنا كان لسه معايا سؤال تاني للأخت فوزية، وسؤال عم سعيد، وسؤال الأخ محمد رمضان عن إرضاع الكبير. لا يسعني أي وقت آخر لإجابة أي شيء من الأسئلة ديت، فأنا بستأذن حضرات الإخوة المتصلين، إن شاء الله بإذن الله أنا مع حضراتكم غدا الاثنين في الربيعة عصرا، أبدأ بهذه الأسئلة الثلاثة بإذن الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم حسن تواصلكم ومتابعتكم، وجعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام قناة الندى من دعواتكم، ولا تنسوها من دعمكم، جعل الله هذا في ميزان الحسنات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا،
والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.